إليكما نتائج الاختبار. هذه مصحة، ربما يمكنني تغييرها. لم ينجح هذا، ماذا سأفعل؟ رسبت، ربما يمكنني شطبها. هذا أمر سخيف، فكري. وجدتها، أحتاج إلى مسدس الشمع وإصبع غراء شمعي. سأضع بعض الغراء على الطرف ثم سأضغطه على الحبر. سأثبته في مكانه لعدة ثوان وستزال بسهولة. أنا عبقرية، ربما لا. الآن سأضع تقديرا جديدا، أستحق تقدير ممتاز. انظرنا إلى هذا، أنت ذكية للغاية ومتباهية. أعطني الإجابات في المرة التالية. يجب أن نخرج معا. اهدأوا جميعا، أراقبك يا أليكس. حان وقت الاختبار ولقد أحضرت الأوراق. أين هي؟ ها هي. أشعر بالاطمئنان. سنرى ذلك يا أليكس. هل هذا وجم؟ لو درست أكثر يا أليكس لربما تمكنت من تجاوز الاختبار. هل تضع وشمان؟ هذا جنوني. لا أعلم سر سعادتك، ركزي على الاختبار فقط. واو، قلادة جميلة. أغلقي فمك كي لا يدخل إليه الذباب، ويمكننا البدء. ماذا يحدث؟ هذا غريب جدا. لا أريد سماع شيء. هيا ابدأوا. واو، إنها غاضبة. أراقبكم. هذا صعب. الغش ممنوع يا أليكس. إنها فرصتي الآن. أحتاج إلى شيء يليهما. أوبس، سقط قلمي، يجب أن ألتقطه. جيد، انتهيت. لم يكن صعبا جدا. معلمتي، تفضلي ورقة الاختبار. أين ذهبت؟ لا أعلم. ما هذا؟ هل يجب أن أنظر؟ أوه، مرحة. أوه، معلمتي، علي آلية موسيقى. لم أكن أتوقع هذا. لنذهب من هنا. ياه! مرحى، حان وقت الغداء. أوف، أنت تجلسين في مكاني، تحركي. يا لك من لئيمة، لا أصدق وقاحتها. سأتمكن أخيرا من تناول سلطتي بسلام. أنت، لماذا دفعتني؟ حظاً أوفر، هذا غدائي الآن. انحني وابقى مكانك، أنا أشعر بالتمدد. إلى الجانب. أوف، رائحتها تصرع. أنا أتسبب عرقان. هذا واضح. أشعر بالدوار. أليكس، هل أنت بخير؟ من قال ذلك؟ أين أنا؟ هل فقد وعيه بسببي؟ أحتاج إلى مزيل عرق جديد. وجدتها، سأحضر ليفة تقشير وماء. حان دور الصابون، سأفرك الليفة على الصابون وأفرك الإبط بها. سأحضر الآن بعض الطين وأضيف له عصير الليمون. سأمزج الخليط. عندما يصبح قوام الطين سائلاً، سأنتقل إلى الخطوة التالية. سأدهنه على الإبط بفرشاة. سأتركه حتى يجف، شكله غريب. ثم سأستخدم الليفة لإزالته. رائحتي منعشة. هل أنت مستعد للعودة للتمرين؟ ابتعدي عني، أنا مسلح لمعطر جو. رائحتي جيدة، افحص. سأحكم بنفسي. حسناً، أنا أصدقك. لنواصل التمرين. شيريل، ماذا؟ أنا مستيقظة. حسناً، تفضلي. رائع، شكراً. سهل جداً عند التفكير به. تدا! حقاً؟ فهمت، سأجرب ثانية. لا يمكن مسحه. إنه دائم. سأكتب فوقه ثم أفركه، ولن يعرف أحد.
والآن سأكتب الإجابة الصحيحة. ما رأيك؟ لماذا نحن أصدقاء؟ هذا غير صحيح؟ سأربح هذه الجولة. يجب أن أجمع أكبر عدد ممكن. لحظة، ماذا؟ أوف، لم يتبقى أي أكل، لكني أحتاج إلى أكل لأواصل اللعب. تباً، إنه فارغ أيضاً. ماذا سأفعل؟ أنا أتضور جوعاً. لحظة، خطرت لي فكرة. الواقع الافتراضي هو الحل. تبدو هذه الفواكه شهية. تباً، هذا أصعب مما توقعت. أوف، أشعر أنني مبتدئة. واو، قطعة دونات قادمة. هاي، صحيح، هذا غير حقيقي. ماذا يحدث هناك؟ انظري إلى الوقت، اللعب ممنوع. أو أسفة. وشم جميل يا صاح. سأرسم وشما على شكل جارو. ماذا يحدث هنا؟ واو، رائع، مهووس بالدراسة في الاستوديو الخاص بي. ربما علي العودة لاحقاً. كان عليك رؤية ذلك يا صاح، كانوا قرابة 20 من النينجا. كنت أنتهي. مرحبا يا شباب. أنت تجلس فوقي. هل تريد الشجار؟ أنتم شبان لطيفون. حسنا، لقد انتهيت. جميل، شكرا لك. هيا، يجب أن تروا دراجتي الجديدة. أنا؟ حسنا. لا أشعر أني بخير. لقد فقد وعيه. عذرا، أنا بخير. أريد وشما من فضلك. واضح، ماذا تريد بالضبط؟ هذا من فضلك. هذا حقا جميل. حسنا، إنه جلدك أنت. هيا بنا. لا أصدق أنني أفعل هذا. حاول ألا تفقد وعيك. ماذا قلت للتو؟ ذكرني هذا بشيء. أنا بحاجة إلى بعض الوقت للاختلاء بنفسي. ليتني أستطيع قضاء اليوم كله هنا. يا صاحب الشوارب، لست لطيفا بما يكفي. أيها الدب، ستفي بالغرض، أنت طري ومنفوس. قد يكون هذا مفيدا لك. هاي، هل انتهيت؟ واو، خذ هذا، إنه ناعم جدا. شكرا لك. أنا جاهز. إنه يلسع، لكنك ستحميني أيها الدب. هيا ادخلي. أعتقد أنني أضع الكثير من الأشياء في خزانتي. أرجوك، هيا، كنت أغلقها. وأخيرا، ظننت هذا لن. أشعر بالنعاس. خزانة شيرل مفتوحة؟ هذا غريب. شيرل، هل أنت بخير؟ شيرل، انهضي. لا أريد الذهاب إلى المدرسة يا أمي. يجب أن أساعدها، لكن كيف؟ قد يكون هذا الكيس مفيداً. وهذا المغناطيس، قد ينجح هذا. سأضع الكيس في الخزانة وأثبته بالمغناطيس. سأفعل الشيء ذاته على الجانب الآخر. سيفي هذا بالغرض. ثم سأملأ الأكياس بأغراض شيرل. وهكذا ستصبح خزانتها مرتبة. واو، لديها الكثير من الأشياء. فرق شاسع. أعتقد أن علي الآن مساعدة شيرل. هل أنت ملاك؟ أنت لونا. لقد رتبت خزانتك. يمكنني رؤية الأشياء الآن. واو، مرتبة جيداً. لقد أحببتها، شكرا لك. أنت رائعة. على الرحب والسعة. هل تسمحين لي بالذهاب؟ أنت تسحقينني. لا بأس يا صديقتي، سأخذ كتبي للدرس القادم. أوبس، تظاهري بأنك لم تري شيئا. إنه لذيذ. لا، سكبت الشاي على حضني. يا إلهي، هل أنت بخير؟ خذي معي منزل إضافي، استخدميه. شكرا جزيلا، أنا أقدر ذلك. لا مشكلة، من المؤسف أن ملابسك اتسخت. هل تعجبك ملابسي؟ رأيتك في الصف اليوم. الأصفر لوني المفضل في الواقع. هاي على الهول، الحلوى عالقة في شعرها. انتظر، مهلا. لا، الحلوى متشابكة بشعري. لا أستطيع التوقف. حاوية قمامة، لا.
أوه يا إلهي، يا لسوء حظي، أنا مغطاة بالقمامة الآن. اليوم منحوس. شهي، ملابس سيئة فعلا. أو تصرفي بلطف. مرحبا، إنه هنا. وقف التمرين. كم الصوت عاليا؟ تمرين القرفصاء الآن. هل هذا جيد؟ أجل، سأعود حالا. لقد ذهب. أوف، أكره القرفصاء. رأيت ملابسه؟ كيف تسير الأمور؟ أهو هيا. عذرا، انتهينا من القرفصاء. انظرا إلي، تمرين ركلات العالية. هل علينا فعل ذلك؟ واو، هل أنت بخير؟ تعمدت فعل ذلك، أنا بخير. هيا يا فتيات. لا أعرف كيف يستمتع الناس بهذا. لقد ذهب، استرخي، إنه جد للغاية. لا أسمع صوت تمرين هنا. إنه سخيف، ركلات علوية، قرفصاء. منذ متى وأنت هنا؟ لن أعاملكما بلطف أكثر، أريد رؤيتكما تتمرنان حالا. يجب أن أجد زبائن جدد. هل نطلب سيارة الإسعاف؟ أنا بخير. هي، ما هذا؟ انظري لهذا، لم تسخرين مني؟ هي، هناك المزيد منها. هذا غريب، لنتحقق من ذلك. سنتبع المسار. هيا بهدوء. هل ترين شيئا؟ كلا، المكان خال. هناك شيء غريب، أين ذهب؟ انظري. ها؟ ما هذا؟ لذيذ. ماذا تفعل؟ هذا ليس نظاما غذائيا جيدا. يمكنني توضيح الأمر. مارشميلو. هذا صعب جدا، لم أفهمه. كلا، غير صحيح، يجب أن أسرع أكثر، سيكون هذا أسهل بكثير. لا يمكنك التعلم بهذه الطريقة. هل يمكنني الذهاب إلى المرحاض؟ حسناً، بسرعة. أنا تمكن من تجاوز هذا الدرس. أوه، سأشرب كوباً من الماء. أحتاج إلى استراحة. سأفكر بخطة. أهلاً، وجدتها. هذا غير مجد. فكرة رائعة. سأكتب الأرقام على هذا الكوب. سأضع كوباً آخر فوقه. ثم سأرسم إشارتي الجمع والطرح على هذا الكوب. سأكرر هذا بالمزيد من الأكواب. وكل ما علي فعله تحريك الأكواب لمعرفة الإجابة الصحيحة. رائع، لم أكن ليحصل على هذا الجواب. أصبح الأمر بسيطاً الآن. سأستخدم أصابع قدمي قريباً. ربما سيساعد هذا لونا. هي، لا تنزعي حذائك واستخدمي هذا. واو، شكراً لك. مهلاً، ماذا تفعلين؟ أو لقد حاولت. أشعر بالحيرة. إنها هناك، سأتجسس عليها. حسناً، انتهيت من التجسس. أي، لماذا أنت لئيم؟ أي، ضربت وجهي. أنت شددت شعري. انتهت الحصة أخيراً. يا إلهي، ها هو، يا لوسامته. أوه، هناك إشعارات كثيرة. حسناً، استجمعي شجاعتك وتحدثي معه. لحظة، مستحيل، شعري غير مرتب. يجب أن أزيل شعر أنفي وأتأكد من عدم وجود أي شيء على أسناني. هاي، سأرش بعض العطر أيضاً. أوه، رائحة فمي فظيعة. يا، سيمنحني الكعب العالي بعض الطول. أنا مستعدة الآن للتحدث معه. هؤلاء، مرحبا. أوه، مرحبا، وداعا. اتصل بي. مرحبا، يبدو أن الحصة توشك على البدء. من يريد تسليم واجبه أولا؟ أنا، اختاريني. أجل، اختاريها. حسنا، تعالي إلى السبورة.
شكراً. نعم. لحظة، هل هذا هو واجبك؟ أجل، أحب شرح كل شيء بالتفصيل. سأعلق هذه اللوحة على السبورة وأكتب العنوان هنا. انتهيت يا أستاذة، سأسلم واجبي لك الآن. لدي بضعة مجلدات عن الواجب ورتبتها حسب اللون لتسهيل تصفحها. ركزت على الجهاز العضلي في هذا المجلد، وتضم المجلدات الأخرى بقية الأجهزة. يا إلهي، هذا كثير. شكراً على مجهودك، عودي لمكانك. كيفن، هل حللت الواجب؟ أو أجل، وضعته في مجلد أيضاً. تباً، لماذا لم أكمله؟ الجهاز العضلي. يا رجل، خذ استراحة من الدراسة. لنلعب، أنا أتحداك. هيا يا صاح، ركز على اللعبة. حسناً، تفضلي. كيفن، ما هذا؟ سأعود إلى مكاني. هندسة ملامحه ممتازة، يمكنني حله مثل مسألة رياضية. ما أجمل هذا الوجه. هل سيلاحظني اليوم؟ أوه، كيف الحال؟ تبدين رائعة. اقرصوني، هل أحلم؟ هل هو قادم ناحيتي؟ أوه، إنه يتحدث مع آني طبعاً. ومن لن يلاحظ فتاة مثلها؟ تنورة جلد بلون معدني، من المستحيل أن أرتدي مثلها، خاصة مع جسمي هذا. أوف. مرحبا أمي، يا منصب. على الأقل لم تقضيه في طي الملابس، عيديها للخزانة من فضلك. شكرا عزيزتي. هذا اليوم يزداد سوءا. لحظة، أعرف كيف أجذب انتباهها. سأتعامل مع الملابس المطوية لاحقا. لدي شيء أهم الآن. هذا أفضل. سأغلق حمالة الصدر الآن. حانت لحظة الحقيقة. سأستعين بطبقات وطبقات. هذا أفضل بكثير. وللبلوزة، أبدو إنسانة مختلفة تماما. هل أبدو رائعة الآن؟ من المؤكد أنه سيلاحظني. واو، ألا دي كلوي؟ مرحباً. تغير شكلك كثيراً. هذا صحيح. ما رأيك بالذهاب للسينما مع اليوم؟ هذه تهجئة كلمة قطة بالإنجليزية. بيب بيب، يجب أن أصعد الجبل. انتبه معي. حسناً، أحتاج قلمي. هل هذا جيد؟ أجل، أحسنت. انسخ هذه الكلمة الآن. حسناً، يجب أن أكون دقيقاً. هو يبدو أنه سيستغرق بعض الوقت. يجب أن تكون مرتبة. أحتاج المزيد من الشاي. كدت أنتهي. أنا هيكل عظمي الآن. يحتاج حرف تي خطاً هنا. انتهيت. ها؟ ماذا؟ هو أحسنت. أوف، استغرق دهراً. يا طلاب، يجب عليكم نسخ هذه المعادلة. حسناً، يمكنني فعلها. أحتاج القليل من التمدد. أنا جاهز. يجب أن أدون كل التفاصيل. الحل طويل، لكن لا يمكنني تفويت أي نقطة. سأنسخ كل شيء على السبورة. بقي القليل والقليل، وانتهيت. أوف، كان الشرح طويلاً. جيد، لننتقل للحصة التالية. الأحياء، دراسة جسم الإنسان. ماذا؟ بهذه السرعة؟ أوف، يجب أن أبدأ النسخ. حسناً، حان وقت الغداء. أنا متحمس لأكل رقائق البطاطا.
أوه، ماذا أحضر كيفن؟ مرحباً كيفن، ربما يمكنك مشاركة أكلك؟ حسناً، ربما هذا شرابي. ماذا سأكل الآن؟ حسناً، لا أحد حولي. مرحباً كيفن، ماذا لديك هنا؟ أوه، تفضلي، خذي كل شيء. ثانيةً، تأخذان طعامي دائماً. أوه، انتظر، لدي مكالمة. هل أنهيت تقطيعها يا كيفن؟ حسناً. أهلاً، لحظة، سأقص الجزء العلوي وأحضر حلوى إيمان أمز. سأسكبها في فلفل الحلو فهو أشبه بكوب، ثم سأعيد الغطاء إلى مكانه. سأفعل نفس الشيء مع الخيار وكيكات، وهذا القارع، إنه يتسع للعصير. سأملأه بالكامل ليروي عطشي. انتهيت، سأعيد الغطاء. سأضع القرع في سلة الخضار. صندوق الغداء جاهز، سيحل مشكلتي بكل تأكيد. حان وقت الغداء، لنرى ما أحضره كيفن اليوم. ماذا، خضار؟ كلا، شكرا، إن طالت خدعتي عليهما. سأتناول الحلوى الآن. حل سهل لهذه المشكلة، سأحتسي القليل من عصيري. منعش. ثم قفز بهذا الشكل. تريد دميتي اللعب مع الروبوت؟ هذه الكرة قوية. حسناً يا طلاب، حان وقت الحصة. مرحى، وقت الدراسة، ما أروع المدرسة. أنا أولاً. يا إلهي، إنهم مثل وحوش صغيرة. مرحى، وقت المنزل، ما أروع المنزل. يا طلاب، هذه قاعة اختبارات، لذا أنتم تعرفون ما يجب فعله. سلموا كل أوراق الغش. كما توقعت. هيا، أريد الباقي. حسناً. دعني أرى، هناك المزيد. أو حسناً، آخر ورقة. حسناً، يمكنك الدخول الآن. أو إنها تفتش بدقة اليوم، يجب أن أخرج أوراق الغش. لا أحمل معي أي ورق غش. أو حقاً، سنرى، أنت تخفين شيئاً، اعترفي. كما توقعت. أزيلي ثم عودي للصف. وهذه آخر ورقة. أوف، تفضلي يا معلمة. أو حسناً، أدخل. أوف، سأرسب في الاختبار لا محالة. ما الذي يضحكون علي؟ من المؤكد أنهم يستمتعون بصحبة بعضهم. أنا أقضي كل وقتي في المذاكرة. وجدتها، سأحصل على أصدقاء بهذه الطريقة. ستجذب انتباههم بالتأكيد. مرحة، هل تريدون إجابات اختبار الحصة القادمة؟ وداعاً. هل لديك الإجابات حقاً؟ هذا رائع. أوف، حسناً، شكراً يا صاح، أعطني إياها. أحتاج إلى قبلة أولاً. قبلة؟ لا أصدق ذلك. حسناً، تفضلي، أنا جاهز. أنا في الانتظار. أو حقاً؟ تفضل. هذه ليست قبلة حقيقية، كان علي أن أكون أكثر تحديداً. سأنظر إلى ورقة الغش. أوه، هذا مفيد. كيفن، هل تخفي شيئاً هنا؟ ورقة غش، كما توقعت. أنا آسف. كلا، لا أريد أن يحدث هذا لي. أهلاً يا أبي، ألم تنتهي من المذاكرة؟ أوه، هذا هو الكتاب الذي أبحث عنه. أوه، المروحة ألهمتني بفكرة ذكية. عادت ورقة الغش، قمت بطيها مثل آلة الأكورديون. سأحتاج الآن إلى قلم وغراء.
خط صغير من الغراء على الحافة. هذا يكفي، حان دور ورقة الغش. سأضع أحد طرفيها على القلم والطرف الآخر على قلم آخر. صنعت مروحة من ورقة الغش، يجب أن أكتب الجواب بسرعة. أوه إنها قادمة، سأفي ورقة الغش بإغلاق المروحة. أوه أهلا يا معلمة، دعني أرى، هل تخفي أي شيء يا كيفن؟ حسنا واصل الحل. نجحت هذه الحيلة، من الأفضل أن أنهي حل الاختبار. يوم دراسي جديد. بيتي، هذه القلادة براقة. أوه، إنها جديدة. العقول العظيمة تفكر بنفس الطريقة. هذا غريب. بلا، انظري هنا، إنه مجرد تمويه. هل ترين؟ إنه أحمر شفاه. المكياج ممنوع، ألا تذكرين؟ هذه فكرة ذكية. هل تريدين صنع واحدة مثلها؟ قصي قطعة من أحمر شفاهك المفضل، ثم أذيبيها بالكامل واسكبيها في علبة صغيرة. هذه الكمية تكفي. أحضري الآن قلادة كبيرة كهذا، وضعي بعض الغراء على ظهرها، ثم ألصقي العلبة قبل أن يجف الغراء. أليست حيلة رائعة؟ ها نتاليا، ما الذي يحدث هناك؟ كما لو أننا توائم. كان ذلك وشيكا. أو منافسة رقص جديدة؟ كلا لن أشارك. أو ما هذا؟ دروس رقص؟ تحققت أمنيتي. وواحد، اثنان، ثلاثة، وأربعة. واو، كان أداؤك رائعاً. ودان، مرحبا، هل تريدين الرقص؟ أكثر من أي شيء آخر. هل يمكنك فعل هذه الحركة؟ أشك في ذلك. أريد أن أتعلم، أتوسل إليك. أوف، حسنا، درس واحد قصير. حسنا، هيا بنا. واحد، اثنان، واحد، اثنان، ثلاثة، هيا. ذراعان، حسنان. أوه، والقدمان، هل هذا صحيح؟ حركيها كلها ولفي. يا إلهي، لقد نجحت. سنتدرب على ذلك. سأذهب للمنافسة. حركات سحرية يا عالم. شكرا شكرا، بالكاد أستطيع رؤية أي شيء. حسناً، سأتجاهل الحضور، علي تذكر الحركات فقط. ركزي، دوري، لا تنسي الابتسام. أوه، كان ذلك رائعاً. أعجبهم أدائي حقاً. أوه، يبدون سعداء. الدرس التالي في غاية الأهمية. هل تضع بيلا ملمعاً لشفاء؟ سأضع حداً لهذه المهزلة. ممتاز، والبقية؟ أوف، حسناً، لابد أنه سقط في جيبي بالخطأ. البقية؟ أظن أنك تتحدثين عن هذا اللوح. هذا كل مكياجي، كدت أنسى هذا. هل أنت سعيدة الآن؟ طبعاً. وأنت يا بيتي، هل هربت يا مكياج؟ أنا؟ هذا كل ما أحمل. أنت طالبة مثالية. لنعود إلى درسنا. أوف، من حسن حظي أنها لم تدقق النظر. لو انتبهت للاحظت أن الألوان مكياج متنكر. ما نوع هذه الألوان؟ لصنعها استخدمي المشرة لقص الغلاف. هزيلي اللون الشمعي، وضعي قلم المكياج، ثم استخدمي الغراء الشفاف لإغلاق الغلاف بسرعة قبل أن يجف الغراء. جيد، بقيت خطوة واحدة فقط. يجب أن أخفي كل الأجزاء الخشبية، ثم سأعيد القلم إلى العلبة. هذه الحيلة عبقرية. يا بنات، نحن ندون الملاحظات.
لا بأس إذن. وصلت في آخر لحظة. لكنك أحضرت معك شيئاً بشعاً. ما الذي تتحدث عنه؟ هذه البثرة كبيرة. يا للهول، هذه البثرة بحجم البحر المتوسط. أحتاج إلى الكثير من كريم الأساس لتغطيتها. هل هذا مكياج؟ يا معلمة! اصمتي، أنا أحتاجه. اخرسي أرجوك. توقفي. ما كل هذه الضوضاء؟ أوف يا إلهي. سأغطيها بيدي. من تريد حل المسألة؟ أنا. لا أحد؟ أنا. حسناً، تعالي للسبورة. ما مشكلتها؟ مهلاً، وجدتها. هل تريدين إخفاء كريم الأساس؟ هزيلي غطاء الممحى ثم اسكبي المكياج في حاوية الممحى. أحضري صمغاً وأزيلي غطاء واستخدمي المشرة لإخراج الصمغ. بعد أن تصبح علبة الصمغ فارغة، ضعي إسفنجة المكياج. هذا ما أحتاجه بالضبط. وداعا أيتها البثرة، يجب أن أسرع. آمل أن يغطيها بالكامل. فعلتها، انتهيت. اختفت البثرة. لن تضحكي علي الآن. أين ذهبت البثرة؟ أنت تتوهمين. لكنها كانت، أين اختفى مكياجك؟ ربما أحتاج إلى نظارة جديدة.